77 انتفاضة 81 17 18 يناير، و81 حملة سبتمبر الشهيرة. ماذا استفاد صلاح عيسى من هذه الفترة أو من هذه المحطات التاريخية في حياته؟ لا استفاد من الحبسه يعني؟ لا لا استفاد، ده كان شيء جانبي جدا. كان هو ساعات يقول انا عايز يحبسوني فاضل الكتاب عايز اكمله. لكن انا الحقيقه معلش هخرج بره السياق او بره السؤال، ونفس السؤال اللي سالته الاستاذ اكرم عن الكتب. انا كل كتاباته عظيمه. انا معاصر من زمان، انا كبير عنكم، معاصر صلاح من زمان، استاذ. فعايز وانا بقول لك ان هو كان مدرسه زي ما بيقول الاستاذ اكرم، مدرسه حقيقيه حتى في السياسه، بمعنى انه يعني ازاي يلتقط حدث صغير ويحوله لسيناريو للوطن. يعني يجيب مثلا قضيه زي ريا وسكينه، كلنا هو يتكلم عن علاقتها بثوره 19 والناس والترماي، كان اسمه الكهرباء والدنيا، فتبص تلاقي بانوراما عالم 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 من خلال قصه. يجيب وهكذا كل قصصه، كان ياخد كده زي ما يقولوا الموتيفه الوحده الدراميه كده ويحولها لرؤيه للوطن بايه؟ بالسياسه. هو كان يعني شويه كده اختلف كده مع الاستاذ اكرم، ان هو ما كانش، هو كان سياسي بالدرجه الاولى، بيكتب بسخريه لكن كونه لا يسخر من حد. هو اسلوبه، هو دمه خفيف يعني، وبعدين لانه موسوعي فبيبقى عنده القدره ودمه الخفيف ده يطفيه على كتاباته. اضافت لي الحبس وال مجموعه من القصص والمعارف، يعني اللي ايه بالزملاء اللي كانش يشوفهم او الرفاق او كذا، يتبادلوا بعض ده اللي اعتقد الاضافه اللي بيضيفها اي حبسه بالنسبه لنا يعني. لكن هي الحبسه مش حاجه مش ظريفه يعني.